متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد من تلفزيون اليوم السابع. احنا متواجدين داخل مدينه الفشن اقصى جنوب محافظه بني سويف، ومعانا ايه هي بريمو العربيات النقل في محافظه بني سويف، بريمو تصليح السيارات الكاوتش، شغاله من وهي في خمسه ابتدائي. هي دلوقتي بتظبط الكاوتش للعربية. لست آية الصناعية، خلي بالك. ايوه طبعا، ما انا ما لو مش صناعية انا ما كنتش جيت لها. ازيك يا آية، عاملة ايه؟ نقول آية بقى ولا لست آية؟ انا عارف انت شغالة في الشغلانة دي من خمسة ابتدائي. ايوه مع والدك. احكي لنا بقى قصتك كده، قصة حياتك كده. انا مستوعبه من خمسه ابتدائي. وهي يعني حطيت في حاله الشغلانه عشان اقعد مع ابويا. واتعلمت الشغلانه وشغلانه. اقعدي. وبعد ما اتعلمتها وكده اضطريت ان انا اقف معاه بقى. اشتغل وفك عجل، اي عجل بيجيني بفكه. يعني انت بتعملي ايه دلوقتي؟ قولي لنا كده. دي يعني انت بتكلميني كده. طيب نجرب مع بعض كده، نظبط بقى بقيه الكاوتش. والدك اللي علمك. ايوه. بتعملي ايه بقى مع العربيات النقل؟ وقال لي ان انت بتشتغلي مع العربيات النقل و بفكها عادي يعني، واشتغلت وفكها وبلحمها وبكفت وبكفت تاني. بس كده. هتروحي؟ طيب. مش فاضي صح؟ احنا ما زلنا مع آية. اتفضل. ايوه قولي لنا، يعني انت دلوقتي متزوجه صح؟ ايوه. طيب ايه اللي خلاكي لسه بتشتغلي مع والدك ده؟ هو جوزي هنا شغال معايا. شغال معاكم هنا؟ انتوا كلكم شغالين هنا؟ ايوه. كلنا هنا. انت عندك اولاد قد ايه بقى؟ هو عدي. عدي بس. اختك برضو معاكم صح؟ ايوه. تعالي بقى جنب والدتك هنا كده. تعالي. ازيك يا حاج؟ عامله ايه؟ يعني انا من زمان وانا بمشي على الطريق ده ولاقيكم انتوا موجودين. ايوه احنا هنا. طيب قولي لي بقى، تعالي ايه كده جنب ماما، قولي لي بقى انتوا يعني ايه قصتكم بقى وقصه الكاوتش و... ايه بتشتغل مع ماما من وهي عندها سنه رابعه في المدرسه. هي شغاله مع هي واخوها. طبعا على دخل الديش هي بقت ماسكه مكانه مع بعض، هي اللي شغاله معاها. أيوة. جوزها بقى اللي ايه بقى معلش اتجوزها وهي في المهنه دي. ايوه هو اتجوزها وهي كده. أيوة. وحبيبها وهي كده. وحبيبها وهي كده. بيقول لك ايه بقى يا ايه؟ مين؟ والد جوزك يعني؟ ولا اي حاجه. هو فرحان بيا ان انا كده، ان انت شغاله كده. انت خدت كملتي تعليمك ولا ما كملتيش؟ ما كملتيش. من سته ابتدائي. ايه بقى بتعملي مع فرد الكاوتش العربيات الكاوتش الكبير العربيات النقل؟ تعرفي تفكي لوحدك؟ يعني بتمسكي ال الزبه الكبيره وعندنا دريل كبير بتفك بيه. وعندي دريل كبير. ما تورينا كده الورشه عندك عامله ازاي جوه؟ استنى اركبه. دي الدريل اللي انت بتشتغلي بيه. يعني بتعرفي تشتغلي بيه؟ يعني ورينا كده. ايوه. بس لازم عربيه تكون لازم عربيه نقل تكون حطيه. طب انا عارف ان هو تقيل كده، خليه بقى. قولي لنا بقى ايه كده، انت نفسك في ايه؟ يعني نفسك تفتحي ورشه ولا نفسك يبقى يعني ايه احلامك؟ نفسي اشتغل عند الفتاح السيسي. ونفسك في ايه تاني؟ ونفسي بقى اقابله واطلب منه اللي انا عايزاه. نفسك طيب وايه نفسك تعملي ايه بقى تاني كده في كورشه؟ تكبري الورشه وتخليها حاجه حلوه يعني. نفسك تكبري الورشه وتخليها حاجه كويسه. طيب تمام. احنا برضو هنقابل ابو حضرتك ابو ايه صح؟ ايوه. طيب قول لنا بقى كده، احكي لنا قصتك. هو قصتك يعني قصتك من ليك قد ايه شغال في الشغلانه دي؟ دي بتاعي 30 سنه. 30 سنة شغال في الشغلانة دي. ولادك بقى يروحوا معايا بدربهم ويشتغلوا معايا. زي الذكر بالظبط يعني. زي الولد. زي الولد بالظبط. وممكن هي أحسن.
وممكن هي احسن. ممكن هي تكون احسن. هي احسن، هي واقفه معايا. هي واقفه معايا. واقفه معاك وب... واقفه معايا واقفه راجل. وبتساعد. وبتساعد ايوه. اه. جت اتجوزت وبتاع وواقفه برضه معايا وعشرة على عشرة. شغلانه مجزيه دلوقتي يعني ولا زي الاول؟ هي على كده ده بس اهو. هنعمل ايه؟ مفيش غيرها. وزوجها بقى؟ معاكم ولا شغال معايا برضه؟ شغال معايا. هو شغال اساسا بلاط. فاهم؟ والدنيا واقفه. بيجي ينزل معايا. يجي ينزل معاك يا فندم. ماشي. انت بتشتغلي كام ساعه بقى في اليوم؟ انا بنتش مع ابويا من الساعه 5 الصبح. من 5 الصبح لحد المغرب. لحد المغرب. دلوقتي برضو نفس النظام شغال؟ لا دلوقتي بمسك مع جوز 24 ساعه. 24 ساعه. ما كنت بتلبسي العفريته زمان؟ لا كنت بشتغل ببناطيل. بتشتغلي ببنطلونات، بعد الزواج بتشتغلي بالعبايه عادي. عادي. مبسوطه يعني كده. ربنا يديك الصحه. ناوي تعملي ايه في ابنك؟ هتعلميه بقى و... اعلمه حاجه حلوه. مش هتخليه يتعلم الزمان. توفيق ان شاء الله. متابعينا متابعي اليوم السابع، احنا كنا مع الاسره الجميله دي، مع ايه ووالدها ووالدتها واللي ليهم قصه نجاح، وخاصه ايه في ان هي بتصلح الكاوتش، وخصوصا الكاوتش العربيات النقل، لان هم موجودين على الطريق السريع الزراعي القاهره اسوان في مدينه الفش. متابعينا متابعي اليوم السابع، كنت انا معكم هاني فتحي مراسل اليوم السابع من محافظه بني سويف.